بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في حكايه مصريه جديده جديده جدا. موضوع كلنا حابين نتكلم فيه وناس كتير قوي عندها اسئله كتيره فيه، اللي هو الادمان. ابتلاء صعب ممكن يهدم اسره باكملها، وللاسف ممكن تكون تجربه سيئه للغايه بيمر بيها اقرب الناس ليا وليك. والفترة طويلة كلنا بنعتبر إن المدمن مذنب رغم إنه ضحية، علشان كده مساعدته والوقوف جنبه واجب علينا كلنا. ضيفنا النهاردة واحد من ضحايا الإدمان وله قصة أليمة تحولت لقصة نجاح. دلوقتي ما شاء الله صاحب ومدير مشروع ناجح. خلونا نرحب ببطل حكايتنا المصرية النهاردة، رمضان حسين. اهلا بك يا استاذ رمضان. اهلا بحضرتك يا فندم. ومعانا كمان واحد من شركاء النجاح في تجربه مكافحه الادمان، دكتور هشام جمعه، اخصائي علم النفس وعلاج الادمان بصندوق مكافحه وعلاج الادمان. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم، شرفنا. شكرا جزيلا. عايزين نبدا بقى يا رمضان، انت حكايه الادمان معاك كانت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس حضرتك يا فندم، هي حكايه الادمان ابتدت معايا وانا سني صغير شويه، كنت عندي 12 13 سنه كده. 12 سنه تمام. دخلت عالم الادمان يعني بالسيجاره، ابتديتها بالسيجاره العاديه اللي هي تعتبر البوابه الاولى اللي انت بتخش منها لعالم الادمان. اللي هي السيجاره. بعد كده السنه اللي بعدها ابتديت اخش في مخدر تاني، السنة اللي بعدها مخدر تالت، ابتديت بقى اتدرج في المخدرات سنة ولا سنة، لأن كل سنة كانت الحالة المزاجية عندي بتعلى. وأنا كنت لسه في فترة المراهقة وما عنديش وعي بمعنى أصح. مزاجك متقلب يعني. بالظبط كده. ما كانش عندي وعي لغاية ما دخلت في المادة العالية اللي هي كانت مادة الهيروين. ما ارتكبتش ذنب كبير يعني؟ لا الحمد لله. يعني في ناس بتبقى مدمنة يعني ممكن تقتل حد، تموت أطفال. كنت هوصل للمرحلة دي على فكرة، وتفكيري جابني فعلا للمرحلة دي. استناني بقى شوية لما أسأل الدكتور سؤال وأرجع لك تاني، لأن ده موضوع أنا شخصيا مهتمة بيه جدا. هل بنعتبر يا دكتور المدمن مريض ولا مذنب؟ لا، مريض طبعا. مريض. الإدمان هو أحد الأمراض النفسية اللي للأسف ممكن في بعض الأحيان يترتب عنه جرائم، ولكن في الأساس هو مرض نفسي العلاج منه ممكن ومتاح. وكمان دلوقتي مع الآليات اللي بتقدمها الحكومة والدولة المصرية من مجانية كاملة وسرية تامة، طبعا العلاج متاح ومجاني وموجود طول الوقت، ولكن في الأساس هو طبعا مرض. دكتور، في ساعات مصحات كتير قوي بتفتح بس لمجرد انهم ياخدوا فلوس، لكن هم مش مؤهلين لمعالجة المدمنين يعني. هو للأسف زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي فعلا ان مهنة علاج الإدمان هي من المهن المربحة، ففي بعض الناس الغير مؤهله لهذه المهنه بتمتهن هذا المهنه. وللاسف طبعا الثقافه اللي بتدور ما بين الناس عن طبيعه العلاج وعن طبيعه الاماكن اللي بتعالج لسه برضو بنحاول ننشرها وندي الوعي للناس اكتر واكتر. ففي كتير من الناس ما بيبقاش عارفه ايه هي الجهه المسؤوله او ايه هي الجهه المؤهله ان هي تقدم خدمه علاج من الادمان. احنا عندنا جهه وطنيه اللي هي صندوق مكافحه وعلاج الادمان. أيوة. المسؤوله عن خفض طلب عن المخدرات في مصر، هي اللي بتعالج وبتاهل الشباب المصاب بالادمان. ففي بعض الناس ما بتعرفش الجهه دي، ولكن طبعا من خلال برنامج حضرتك والبرامج اللي احنا يعني بنظهر فيها طول الوقت وحملات التوعيه اللي بنقوم بيها، بنحاول نقول دايما ان في جهه واليه وطنيه معتمده بتقدم الخدمه للعلاج من الادمان على اعلى معايير. يمكن عندنا تجربه مصريه فريده من نوعها دلوقتي في علاج الادمان. في كتير من الدول بتيجي عشان تنقل هذه التجربه بعد النجاحات اللي الصندوق بيقوم بيها الفترة اللي فاتت. وعندنا عدد من المراكز الشريكة لينا بنقدم من خلالها هذه الخدمة. عندنا حوالي 28 مركز على مستوى الجمهورية بيقدموا خدمة العلاج من الإدمان بالمجان بالكامل وبسرية تامة، وسهل توصل ليهم لو بس اتصلت بالخط الساخن لعلاج الإدمان اللي هو رقمه 16023. ده على طول بيوصلك للمكان الصحيح. الرقم ده متاح 24 ساعة طول الأيام الأسبوع. هو بيقول لنا بقى تروحوا فين بالظبط. حضرتك بتتصلي، او مش شرط كمان المريض يعني
اللي هو الاتصال بنفسه، ممكن أكيد. كمان اهل المريض، اي طبعًا. حد بيتصل طبعًا. بيلاقي حد متخصص بيرد عليه من متخصصين في علم النفس او علم الاجتماع. يا دكتور ولا تيجي بعد شهر ولا لا 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 لا، فورا بيتوجه لاقرب مكان ليه، لان احنا منتشرين على مستوى الجمهوريه. تمام. بنقول للي بيتصل على اقرب مكان احنا بناخد منه بعض البيانات، ولكن برضو بنحافظ على السريه، ما بناخدش اسم او رقم قومي، بنعرف بس البيانات الخاصه بالتعاطي وعنوان السكن، وبنوجهه لاقرب مكان يتعالج، وفورا بيروح في الميعاد اللي هو خده والمكان اللي هو اتقال عليه، ويبتدي الخدمه والعلاج والتاهيل فورا. انتوا بتكشفوا عليه الاول يا دكتور؟ طبعا هو بيخش العياده في اخصائي نفسي بيقابله، وفي طبيب نفسي بيقابله، واحد للعلاج النفسي، الاخصائي النفسي بيقوم بعمليه العلاج والتاهيل النفسي، والطبيب للادويه. فمن اول يوم بيروح بيتلقى الخدمه من خلال الشخصين دول، طبعا بجانب بقيه الفريق العلاجي، وبيمشي معانا بقى في العلاج بكل مراحله. ان شاء الله ربنا يقويكوا يا رب والله. طيب انت قلت لي ان انت كنت هتدخل على الحكايه بتاعه القتل والحاجات دي. دي حقيقه انا وصلت ما انا ما بقاش عندي بقى حته اللي هو ايه تفكير لا اهداف وطموحات، بقيت في حته زي ما بيقولوا ايه، بنام بفكر في المخدر، بصحى بفكر في المخدر. في ضياع بقى. يعني انا لدرجه ان انا وصلت ان انا باخد المخدر بتاعي ماشي اللي هو ايه عشان يسكن الالم، زي اكني كنت بقول عليه علاج يعني. بتحس كنت بالام يا رب؟ طبعا اما ما باخدش المخدر بتاعي كنت بحس بالام يعني. يعني فعلا زي ما بنشوف في الافلام القديمه يقول لك جسمي وبتاع. لا لا مش للدرجه دي، لا هي بتبقى حضرتك بصي، هي بتبقى اعراض انسحاب بتاعتها، بتبقى جسمانيا عباره عن اسهال، عباره عن وجع في الظهر، ترشيح، صداع، مش طايق الاكل، ومش بقعد اهرش في جسمي واخبط دماغي في الحيطه، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده صح؟ لا 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 مفيش الكلام ده. دي افواره قوي قوي. هو بس القصه كلها في يعني الدراما والافلام برضو على مدى سنوات نقلت صوره عن المدمن، ونقلت صوره عن العلاج، وكمان بما فيها جزء في اعراض الانسحاب شويه مبالغ فيه. فهو اعراض الانسحاب يا جماعه عشان بس نوضح الصوره للناس، هي زي ما قال رمضان، هي بشكل عام، هي طبعا بتختلف من شخص للتاني، ولكن بشكل عام وجع عظم، وجع في الظهر، امساك، اسهال، صداع، قله نوم، شويه رعشه بسيطه في الجسم، وطبعا مع الادويه بيتم التغلب عليها بكل سهوله، فالموضوع فعلا مش زي ما بيحصل في الافلام والمسلسلات. طب في برضه مصحات خاصه كده بتمارس عليهم يعني في قسوه، في ضرب، وفي حاجات كده يعني لما بتجي لهم الحاله او كده. طبعا الاماكن اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول اللي هي الغير مرخصه، الغير خاضعه لرقابه الدوله. طبعا بتمارس فعلا بعض الاساليب الخاطئه في العلاج. ده مش علاج اساسا. احنا علاجنا عباره عن ادويه، هي مرحله في الاول بتبقى سحب السموم وازاله اعراض الانسحاب، بيبتدي ياخد ادويه عشان نودي اعراض الانسحاب. بعد كده بننتقل للمرحله الثانيه بعد اسبوع او 10 ايام بعد ما نخلص المرحله الاولى، عشان يبقى في مرحله التاهيل النفسي اللي هو ازاي ابتدي افهم طبيعه المرض، ازاي ابتدي افهم اتجنبه ازاي عشان ما انتكس مره ثانيه وارجع له ثاني. متاكد انه مرض؟ طبعا طبعا علميا هو مرض، هو احد الامراض النفسيه، فبنعلمه طبيعه المرض. وبنعيدك في ناس ساعات يعني على حد ما بسمع انه في المصحات مثلا ما حضرتك تمنع عنه طبعا الحاجات دي كلها، في بعض الناس جوه المصحه ممكن يدوهم تاني يعني نظير فلوس او بتاع او كده. ده ما هو ده في الجهات الغير معتمده او الغير مرخصه. انت هل بتضمن ده عندك؟ طبعا طبعا بتبقى في رقابه على طبعا اولا الصندوق متعاون والمستشفيات المتعاونه مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان. كلها جهات يمكن نقول عليها هي من افضل الجهات الحكوميه في هذا المجال. احنا المستشفيات الشريكه معانا هي حاجات يا اما تابعه لوزاره الصحه، يا اما للمستشفيات الجامعيه او للقوات المسلحه. فاحنا كمان عندنا الكوادر بتاعتنا الموجوده داخل هذه المؤسسات من صندوق مكافحه الادمان، هي كلهم مؤهلين بشكل كبير، على طول بنديهم دورات تدريبيه. يمكن احنا متعاقدين وفي بروتوكول تعاون مع جامعه القاهره لدبلوم مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، عشان خاطر نخرج الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والاطباء المؤهلين لده. فاحنا عندنا الخدمه بتقدم على اعلى مستوى وبالمعاريد الدوليه. طيب رمضان انا عايز اسالك، انت لما دخلت اتعالجت دخلت عند الدكتور؟ تمام. تبع الصندوق؟ تبع الصندوق.
تمام. ايه ده اللي اتصلت؟ انا كنت بعد ما يئست بقى من حاجات كتير ولقيت نفسي داخل في حته وحشه قوي. انت كنت متجوز ولا لا؟ لا لا كنت لسه الحمد لله ما اتجوزتش. بس دلوقتي لا متجوز دلوقتي، معايا 3 اطفال كمان ما شاء الله. الله اكبر. معايا ولدين ومعايا بنت. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك. لا مش بتبقى محرج لو حد جاب السيره قدامهم ولا؟ لا لا مش محرج، بالعكس انا فخور دلوقتي بنفسي. انا فخور جدا بنفسي وفخور ان انا بطلع اقدم رساله لشباب بلدي ان في حاجه اسمها تبطيل وتغيير. النهارده بعد ما كنت قالت اذى ماشيه في الارض وانسان سلبي ماشي، لا انا النهارده طالع بقدم رساله ان انا بعد 20 سنه ولا 22 سنه من التعاطي وكنت حد وحش قوي، النهارده انا بقيت حد كويس قوي، بقيت حد منتج في المجتمع بتاعي، ايجابي في المجتمع بتاعي، ليا دور فعال، عندي مشروع ناجح، بساعد من خلال بردك صندوق بردك. يعني لان انا كان في يوم من الايام عندي اقتناع ان مفيش حاجه اسمها تبطيل. لا انا النهارده مثال حي قدامك اهو، انا مبطل 9 سنين والحمد لله ما وقعتش ولا انتكست ولا اي حاجه. ليه؟ ماشي على التعليمات ان الدكتور بيقول لي عليها، بحضر البرامج بتاعتي، بحضر الدورات التدريبيه يعني لحد دلوقتي. لحد دلوقتي طبعا. بيقعدوا كتير بقى يا دكتور؟ هو رحله العلاج بتبقى اول 10 ايام او اول اسبوع لعرض الانسحاب، بعد كده التاهيل النفسي بتبقى من شهر ل3 شهور، ولكن هو بعد كده بيخرج من المستشفى، ولكن بيظل يجي جوه المستشفى جلسه اسبوعيه عشان خاطر يحافظ على النظام النفسي اللي هو ماشي عليه. طب ما فكرتش ان انت بعد ما خرجت ان انت تضحك بقى على الدكاتره وتشرب لك حاجه كده بره؟ في تحليل. لا ثانية واحدة يا دكتور، بعد اذنك. لا في تحاليل. لا ثانية واحدة، احنا بنتابعهم طول الوقت، وبعدين في مصداقية، وكمان تعليمات البرنامج هو اعادة بنقل الشخصية بتتميز بالصدق والامانة ويقظة الضمير، فصعب جدا ان ده يحصل، وكمان احنا اول باول بنتابعهم بالتحليل جوه المستشفى. لا انا هقول لحضرتك حاجة كمان مش واخدة بالك منها، انا كمدمن جوايا وحش كبير، لو خدت جرعة واحدة مش هتكفيني. في البرنامج بتاعي بيقول لي ايه؟ جرعة واحدة لا تكفي وآلاف الجرعات لا تشبع ابدا. فلو خدت واحدة هرجع اضرب تاني واسوأ من الاول، يعني لو كنت باخد جرام بودرة هرجع اخد 2-3 جرام، يبقى انا بدمر نفسي وهديت كل اللي بنيته قبل كده. بس اللي يفهم بقى ويبقى من ما يبقى عنده ثقافة علاجية ومن جواه عاوز يبطل. بالظبط. انا بقى ابتديتها ازاي؟ اما كنت قاعد بعد ما كان عندي اليأس ده كله، لقيت 16023 اللي هو الرقم بتاع الصندوق. فقلت طب ما انا اروح برضك واشوف. اجرب يعني. انا جربت في كل حاجه، انا بجرب في حياتي، بجرب في عمري، بجرب بالمره. فروحت ولقيتها فعلا، يعني الحمد لله، مش زي ما انا كنت بسمع زي ما حضرتك كده بتسمعي ضرب وتكتيف والكلام ده في المصحات مثلا بتاعت الحكومه، لا بالعكس العمل. انا لقيت نفسي ايجابي قوي معاهم، ولقيت الناس واخديني واحتضوني، يعني هم عيلتي الثانيه عامه، العيله الثانيه بعد عيلتي الاساسيه. هم لازم يبقى في نوع من الطبطبه والاسلوب برضو اللي هو يحتويك. بالظبط. يعني ما يخوفكش او ما يرهبكش او كده. وفي اي حاجه معايا حتى في الشارع معايا، يعني لو في اي حد مثلا تعرض لي في الشارع انا برفع سماعه التليفون بلاقيهم معايا، لدرجه ان انا مثلا عامل مشروع صغير قالوا لي في مثلا مبادره قروض للمتعافين، خلاص قدمت فيها والحمد لله قبلت فيها، ومعالي الوزيره كمان كرمتني ساعتها وهي اللي مدياني، والحمد لله المشروع ناجح لغايه دلوقتي، وبقى عندي سنتر كبير كمان الحمد لله. ايه حكايه دكتور العلاج بالعمل؟ احنا كنت اقول لحضرتك احنا يعني الرحله بتاعت العلاج ما بتنتهيش جوه المستشفى. هو بيخرج بره المستشفى، قلت لحضرتك هو بيجي كل اسبوع ياخد الجلسه اللي هي النفسيه، ولكن كمان المشروعات اللي بتتبناها معالي وزير التضامن دكتور نيفين القباش ومدير الصندوق دكتور عمرو عثمان. أيوة. ومساعد الوزيره دايما بيحرص على دعم التعافي عشان الناس تكمل في مشوار التعافي ومتنتكسش. بيوجدوا لهم عمل؟ مش بيوجدوا عمل، ولكن بنعلم ازاي الناس تعيش. ده من خلال يا سلام. ايه؟ احنا عندنا مبادره اسمها مبادره بدايه جديده، دي بتبقى نوعين، يا اما الاول ان احنا زي ما رمضان قال كده لو هو عنده فكره مشروع بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي بنديله قرض صغير عشان يبتدي يفتح المشروع ده ويبقى مصدر دخل ليه ولاسرته. لو ما فيش فكره مشروع بنديله دوره تدريبيه على احد المهن الحرفيه، المهن الصغيره اللي هي المهن البسيطه الحرفيه دي، يتمرن عليها وبعد كده بياخد كمان شهاده معتمده ان هو اتعلم المهنه دي، ينزل يقدم بيها في اي شركه واي مصنع. كده انا خرجت بيه من دوامة الإدمان وعالجته، وكمان حافظت على التعافي وعلمته إزاي يرجع يعيش تاني، لأن للأسف في كتير من المهن اللي هم بيمتهنوها قبل العلاج بيبقى صعب الرجوع ليها مرة تانية، تبقى خطر عليهم، لأن برضو
العلاج من الادمان احتكاكه مثلا مع ناس معينه او بالظبط بيفرض عليهم نظام وروتين حياه معين. أيوة. فاحنا بنساعده على ان هو ازاي يعرف يعيش في ظل النظام الجديد اللي احنا بنعلمه له جوه المستشفى. والله يا دكتور انا شخصيا بشكر حضرتك جدا على المجهود اللي انتوا عاملينه حقيقي يعني، وجزاكم الله كل خير. شكرا يا فندم. لان انتوا احنا عايزين نمنع حاجه، ويمكن رمضان مر بيها، حاجه بتدمر مجتمع وبتدمر شبابنا، لانه للاسف الشديد المساله دي بقت منتشره دلوقتي جدا، وبنسمع عن حاجات يعني من 10 سنين 15 سنه في جرائم بتحصل، بس مش بالدرجه اللي احنا بنسمع بيها دلوقتي. ده بيخليهم فعلا مفيش دماغ، مفيش عشان المخدرات المستحدثه بالزبط. يعني المشكله بقى بالزبط. في احصائيات اللي بيعملها صندوق الادمان بتبقى في مخدرات جديده. انا هاخد دقيقه كمان استاذن المخرج، بس عايز اسال سؤال واحد بس يا استاذ، ربنا يخليك يا رب. اكتشف ازاي ابني او بنتي واحنا عايشين في بيت واحد ان هم بداوا يدخلوا في الحكايه دي؟ طبعا في بعض المؤشرات اللي بتدل على ان في خطر على الولد او البنت، خصوصا ان يمكن اعمار التعاطي دلوقتي بقت بتتدنى شويه، زي ما رمضان قال كده انا بدات وانا عندي 12 سنه فعلا، يعني كنا زمان بنسمع ان هي فوق ال 15، دلوقتي في نسبه مرصوده ان الادمان بيبتدي ممكن من اقل من 15 سنه. أيوة. ففي بعض المؤشرات اللي احنا ممكن نشوفها ناخد بالنا فنتوجه للصندوق. طيب عشان بس باختصار ايه هي المؤشرات دي، في منها جزء ممكن يكون مؤشرات جسديه، في جزء منها مؤشرات نفسيه. لو لاحظتها ابتدي اتوجه للمختصين عشان اعرف اذا كان في مشكله ادمان او حاجه ثانيه. أيوة. طيب المؤشرات الجسديه زي ايه؟ ممكن الاحظ ان في هالات سودة تحت العين، ممكن الاحظ ان في احمرار جوه العين، ممكن الاحظ ان في طفح على الجلد، ممكن الاقي في تقلبات في الشهيه بشكل كبير، يا اما بتقل قوي او بتزيد قوي، ممكن الاقي لخبطه في النوم، ممكن الاقي بقى الحاجات الثانيه. لو ما لقيتش دول اروح بقى للمؤشرات النفسيه. طيب ايه هي المؤشرات النفسيه؟ ممكن الاقي في عزله زياده عن اللزوم، ممكن الاقي في كذب مبالغ فيه، ممكن الاقي في طلب للفلوس بشكل برضه مبالغ فيه، ممكن الاقي عصبيه زياده، ممكن الاقي ان هو نفسه في تقلبات مزاجيه بتحصل بسرعه ومن غير سبب. فجاه الاقيه متنرفز، فجاه الاقيه هادي. بالظبط. يعني كده. طيب انا لو لقيت الحاجات دي احس ان في مشكله، هنا يبقى في مشكله نفسيه او في احد المشاكل النفسيه، بس مش شرط ان هو يكون ادمان. بالظبط. ولكن بس يستحسن نلحقها ساعتها يعني. بقى بنروح لاحد المتخصصين نتاكد اذا كانت ادمان او حاجه ثانيه. انا بشكرك جدا جدا جدا. شكرا يا دكتور رمضان، انا فخوره بيك جدا. ميرسي يا دكتور. واكيد كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، نبعت السلام طبعا لاسرتك السعيده، ربنا يهنيك بيهم يا رب ويسعدهم بيك. ميرسي يا دكتور. وانت عملت ده كله عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. الحمد لله. مش اكتر من كده يعني، انت نويت فعلا وربنا برضو ساعدك في الحكايه دي. الحمد لله طبعا. يعني ثقتك في الله كانت كبيره، فقدرت ان انت تتغلب على المشكله اللي كانت عندك، وبقيت ناجح في المجتمع بتاعي كمان. طبعا الحمد طبعًا. لله بقيت ناجح في المجتمع وناجح قدام ولادك، وفي دعم كمان من الصندوق، وفي دعم كمان من ناس شخصيات كبيره دلوقتي. ويا ريت يا رمضان بقى لما تقعد في اي حته وتلاقي في حد عنده بوادر تلحقه. انا بقدر اعمل الدور اللي عليا النهارده حتى لو انا في الشارع. انا بشكرك جدا 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 يا رمضان، وللاسف ان وقت فقرتنا ده انتهى. بشكركم جدا وبشكر مشاهدينا الاعزاء. فاصل ان شاء الله وهنرجع معاكم تاني بحكايه مصريه جديده. الوفاء طبعا من اجمل الصفات اللي مرتبطه جوانا بحاجات كتير قوي، زي المحبه والصدق والامانه والاخلاص اللي بقى نادر جدا جدا اليومين دول. وعشان كده طبعا اخترنا يكون موضوع حلقتنا النهارده عن الوفاء مع فضيله الدكتور علي عبد الجيد المتحدث باسم مؤسسه خير يبقى. اهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يسعدك يا رب. انا متشرفه بيك والله، وبفرح لما بتيجي. ربنا يرفع قدرك يا رب يحفظك. قول لي بقى، بس لما اطلع لك بقى سؤال صعب عشان انت، هو الوفاء ده بيبقى صفه فطريه ولا بنكتسبها من معاملتنا مع الناس او من التربيه او بعد؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخلاق بتكتسب،
فكره ان انه يقول لك انا كده كده اتخلقت زي ما انا، هو ده طبعي، طبعي مع الروح. ده كلام مرفوض. علماء النفس والفلاسفه والانبياء والرسل، لو احنا قلنا الكلمه ده يبقى كل ده وظائف ومتعطلت. انما الانبياء والرسل والمصلحين في كل عصر ليه بعثوا؟ عشان يهذبوا الاخلاق، عشان ياخدوا الناس ويعلموهم الاخلاق. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من اولى اوامره صلى الله عليه وسلم انه كان يامر بالاخلاق الحسنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حصر بعثته في قوله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخلاق عند العرب، كان في اخلاق قبل الاسلام، وكان في اخلاق جميله جدا جدا عند العرب ممكن نكون احنا حاليا مفتقدينها يعني. على سبيل المثال لما تلاقي واحد زي عنتر بن شداد في معلقه يقول ايه؟ واغض طرفي يعني نظري ان بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها. يعني ايه الكلام ده؟ ده راجل مش مسلم يعني، يعني لحد ما اقعدش كده اقف في بلكونه او فوق السطوح وقاعد ابص كده في بيت جاري واتلصص عليه، ده مش موجود، ده بيمتدح نفسه، وده واحد ما كانش مسلم. فالعرب كان عندهم اخلاق، كان عندهم اخلاق. شوفي قبل ما سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه يسلم، واقف قدام هرقل عظيم الروم، فهرقل ده يقول لابو سفيان، يقول له بماذا يامركم؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه عليه الصلاه، الراجل ده بيامركم بايه؟ فابو سفيان في وقتها كافر لسه ما دخلش في الاسلام. يقول ابو سفيان يامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء واداء الامانه. ده يعني اوامره صلى الله عليه وسلم من اولى الاوامر، ان هو يقول يا ناس انا عايز يبقى عندكم وفاء، عايز يبقى عندكم صدق، عايز يبقى عندكم اخلاق. هذا هو الدين الاسلامي في التعاملات، احنا عايزين نشوفها كده في التعاملات. زي ما قلنا قبل كده، صلاتك لنفسك، صيامك لنفسك، انا عايز استفيد منك، استفيد بايه؟ بوفائك، بالتعاملات الرائعه. عايزين الاسلام نحوله لواقع عملي يا مسلمين، احنا عايزين نوري الدنيا كلها ديننا، عايزين واحنا بنتعامل نتعامل بامانه بوفاء. ده اوامره صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي كده عن اهل النفاق وصفاتهم، ويقول خلي بالك ان من صفات المنافقين اربع صفات، وخلي بالك اوعى يكونوا في حد. يقول اربع اذا كنا فيه كان منافقا خالصا. واحد اذا حدث كذب. اثنين اذا خاصم فجر. وشوفي بقى دلوقتي لما يحصل خصومه بقى ونشوف بقى على السوشيال ميديا والاعلام، وشوف ايه اللي طبعا بيحصل بقى. واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر، واذا اؤتمن خان. خلي بالك شوفي الصفات دي في مجتمعنا، عدم وفاء، عدم وفاء، اذا عاهد غدر، بند واحد اذا يعني عاهد غدر، واذا اؤتمن خان، الاثنين عدم وفاء طبعا. لما الوفاء يروح تلاقي البلاء ينزل. طيب نروح بقى لتقرير مع حضرتك عن زرع النخيل ونرجع لسيادتك مع حضرتك. طيب ياللي بتساهم في زراعة نخلة، ممكن النخلة دي ربنا سبحانه وتعالى ينجيك بها من النار ويدخلك للجنة. ممكن عائد يروح لواحد مسكين، ممكن عائد يروح لواحد مريض، ممكن عائد يروح لواحد يتيم ويرفع ايده ويقول يا رب بارك، يا رب بارك في صحة من تصدق علي أو أنفق علي. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذه الدعوة، يبارك لك في صحتك وفي أولادك وفي مالك. يا جماعة مع مؤسسة خير يبقى عملوا احتفال في الأيام اللي جاية، أنا بدعو له، أدعو الناس، أدعو كل واحد عايز يساهم، عايز يتيقن، تعال معانا شارك معانا بزراعة نخلتك بإيدك أنت وأولادك وأسرتك على الرحب والسعة. أي واحد هيساهم هنبعت له مكان النخلة. إن شاء الله نشوفكم من خير لخير، والخير باقي مع مؤسسة خير يبقى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. من منطلق هذا الحديث الشريف جئنا اليوم والتقينا بشباب من خيرة أبناء مصر، وهم خير يبقى من خيرة شبابنا، نفخر بهم ووجدنا منهم كل تعاون وكل إكرام. جزاهم الله عنا خيرا وتقبل الله هذا العمل في ميزان حسنات الجميع. والله أنا جيت هنا في المكان دون الجميل دون عشان أزرع النخلة بإيدي، وبسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أنا عايزة كل الناس تيجي تشوف وتتفرج على المكان الجميل وتتبرع، والشباب هنا زي الورد وزي الفل، وقبلونا أحلى مقابلة وجايين أحلى راحة، وبسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يجازيهم كل خير. أنا فرحانة جدا اللي زرعت نخلتي بإيدي، وربنا يجعلها في ميزان حسناتنا في الدنيا والآخرة. وأنا عملت النخلة وأنا على وش الدنيا، وإحنا شفنا بعينينا الناس مصدقين صراحة، وصدقنا وجينا والحمد لله وتبرعنا والحمد لله ورب العالمين. مع مؤسسة خير يبقى. طبعا غير الوفاء مع الأصدقاء أو الوفاء بالدين أو يعني كل ده تحت بند الوفاء والصدق. الوفاء والصدق مش كده؟ طبعا، وده أصل أصيل من ديننا يعني. الوفاء مع الأصدقاء كتير قوي، احنا طالعين مع بعض وكنا يعني حالتنا على قد حالها كده، واصحاب وبناكل مع بعض ورايحين وجايين، وبعدين واحد ربنا كرمه ما يسالش بقى في الباقي، ده عدم وفاء. عدم وفاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. طب عدم الوفاء مع الزوجه؟ عدم الوفاء مع الزوجه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا قمه الوفاء مع الزوجه. شوفي يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احب النساء اليه خديجه رضي الله عنها وارضاها، وبعد خديجه رضي الله عنها عائشه. وفي يوم من الايام خديجه ماتت من زمان، فقعد مع عائشه بقى ده الزوجه الموجوده، فجت سيره السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. وعائشه تقول لما تيجي سيره خديجه لم يكد يسأم من الثناء عليها، يقعد بقى يقول ده كانت فيها وعليها وكانت شكلها كذا وكانت بتعمل كذا. في يوم من الايام عائشه رضي الله عنها غارت، وده طبعا طبيعه النساء يعني، فغارت رضي الله عنها وقالت: خديجه خديجه، كأن الله ما خلق الا خديجه، ما لك ولامراه هلكت في الدهر، ماتت من زمان، حمراء الشدقين، يعني ايه سنانها واقعة كبيرة في السن، حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، ما أنا معاك أهو جميلة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لأم المؤمنين خديجة أن هي وقفت معاه، وياما قدمت له معروف وقفت معاه وسندته في بداية الدعوة، نظر إلى عائشة، وعائشة دي أحب الناس لقلبه، وبنت أحب الناس إلي بنت أبو بكر رضي الله عنه، فقال: لا والله، هو هنا الوفاء، لا والله إنها كانت وقد رزقني الله منها الوند، وواستني بنفسها ومالها، وصدقتني يوم أن كذبني الناس. وزعل صلى الله عليه وسلم جدا من عائشة، ظل شهرا كاملا حزين من السيدة عائشة، فقعدت تقول: يا رب ابعد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هرجع تاني إن أنا أتكلم على أم المؤمنين خديجة. أحكي لك حكاية في برنامج حكاية مصرية. حكاية عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. في يوم من الأيام زوجت بنتها زينب رضي الله عنها وارضاها لمين؟ لواحد اسمه ابو العاص ابن الربيع، وهي بتجوزها ادت لها كده ايه قلاده عقد كده هديه. وفاتت الايام، وام المؤمنين خديجه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينه وفتح فتوحات، وبعدين بعد غزوه بدر اخذ ابو العاص اسير. ابو العاص ده متجوز مين؟ بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زينب. وبعدين السيده زينب، وشوفي وفاء المراه لزوجها، ابو العاص اسير عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل ايه معاها؟ شويه فلوس، جمعت فلوس، ومن ضمن الفلوس اللي جمعتها العقد بتاع خديجه، راحت حطها كده في الفلوس وبعتته للمدينه في فداء ابو العاص. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف القلاده، قال الراوي: رق لها رقه شديده، زعل قوي، افتقر خديجه. وبعدين بكى صلى الله عليه وسلم، وبعدين بص لابي العاص وقال ايه: ان اردتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا الذي لها فافعلوا. ده ايه؟ وفاء لقلاده لعقد خديجه رضي الله عنها وارضاها. يوم الصحابه كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أطلقوا أبي العاص من غير ما ياخدوا حاجة وردوا خلادة خديجة. ده نشوفه فين المعنى الراقي، ده فين الذوق، ده فين الوفاء، ده فين وياخد عهد على أبو العاص، وأبو العاص لسه ما أمنش، لسه ما دخلش في دين الله، ويقول له ابعت لي زينب لما توصل لمكة. يروح أبو العاص ولما يجي لمكة يقول لها بصي أبوك قال إن أنت لازم تروحي له، فروحي له، ويطلق زينب إنها تروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الوفاء، الوفاء مع المسلم والكافر، مع الناس كلها، إن أنت تتعامل بوفاء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدي لك شارة كده والنيشان لأهل الوفاء، يقول إن خيار عباد الله أفضل ناس الموفون المطيبون. ده أفضل الناس وأخير الناس، اللي يقول ينفذ، إن يكون وفي على مدار حياته. أنت صاحبت ناس وعرفت ناس، ناس قدمت لك معروف، فين الوفاء؟ مدرسينا اللي كانوا في ابتدائي اللي علمونا، المدرس اللي كان عليك من زمان أنت من إمتى ما سألتش عنه، اللي علمك حرفة، لواحد كنت وانت صغير كده رحت تتعلم حرفة وعلمك صنعة ودلوقتي بتاكل منها عيش، لما تقابله وبوس دماغه وبوس إيده وتقول والله كتر خيرك، هو ده الوفاء. يعني هو برضو رد جميل، رد جميل. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هو ده مرتبط، إن أنا مدرس الابتدائي لما قابله وبوس إيده وقال له والله كتر خيرك ده أنت علمتني كذا، المحفظ اللي حفظني القرآن وأنا ببوس إيده وأقول له والله ده أنت علمتني آية من كتاب ربنا، ده إحنا شوفي سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقول لك أنا من 30 سنة، من 30 سنة ما مرش يوم إلا وأنا بدعو لسيدنا الإمام الشافعي في سجودي. يا سلام، لأن الشافعي كان أستاذه. أيوه، علمه. فين الوفاء؟ هو ده إحنا نتعلم معاني الوفاء. ربنا يرزقنا الوفاء يا رب يا رب يا رب. طيب هنروح لتقرير مع حضرتك عن مشروع سقيا الماء ونرجع لسيادتك تاني مع حضرتك. يعني لقينا في النهايه خالص لقينا الناس حاسس بينا، وكل خطوه خطيتوها او قرش دفعتوه ان شاء الله يتضاعف الى 700. مع مؤسسه خير يبقى. دكتور عايز اسال حضرتك سؤال دلوقتي مقترن بالامانه والصدق والاخلاص، اللي هو اللي بنشوف بعض التجار بيحاولوا يمارسوا الغش بقى يعني ويخبوا بضايع عشان تغلى وبعدين يبيعوها والناس تبقى مش لاقيه، كل ده بيقع تحت بند ايه؟ كل ده تحت الخيانه، خيانه الناس، تحت عدم الوفاء للناس. ربنا سبحانه وتعالى ادالك نعمه من الوفاء ان انت تكون وافي مع ربنا سبحانه وتعالى، وافي مع الناس، ان انت تحب للناس ما تحبه لنفسك. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولياتي احدكم الذي يحب ان يؤتى اليه، انت تحب تتعامل ازاي؟ والله القانون ده لو طبقناه كل واحد طبقه على نفسه مش هنحتاج محاكم، مش هنحتاج مشاكل. كل واحد انا بعمل كده، طب ده ينفع احب ان يتعامل معايا ولا لا؟ لو كل واحد طبق القانون اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاطه كل المشاكل هتنتهي.
كن وفي يهديهم. كن وفي وتعامل ان انت تتعامل مع الناس بالمعامله اللي تحب الناس يعملوها لك. ربنا سبحانه وتعالى حذر من هذا الصنف ونزل صوره كامله اسمها صوره المطففين. يقول ايه؟ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. رايح اشتري احب اخد الميزان وافي وكامل وميت فل وعشر. واذا كالوهم او وزنوهم لما اجي ابيع بقى واجي اتعامل يخسرون. ما احبش ادي الحق كامل. ربنا يحذرهم ويقول الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. فربنا يسترنا يا رب يا رب ربنا. وده احلى ختام طبعا. ويا رب الناس كلها تتعظ وبعض التجار اللي هم بيمارسوا الحكايه دي يتعظوا يا رب. طبعا فضيله الدكتور علي عبد الجيد المتحدث باسم مؤسسه خير يبقى للاسف وقت فقرتنا انتهى. بشكرك شكرا جزيلا. عفوا لحضرتك. شكرا شرفتنا وانستنا. الله يبارك فيك. شرف لي. فقره اللي بعديها احيانا كتير الامتناع عن العلاج او حتى الاحراج من السؤال عن شيء ممكن يكون بيؤرق الأسرة وبيسبب للزوج أو الزوجة مشاكل متراكمة ممكن توصل لحد لا قدر الله الانفصال بسبب مشكلات الصحة الجنسية اللي ممكن يكون حلها سهل جدا وبسيط عند الطبيب المختص. ولأن العلم بيتطور بسرعة كبيرة عشان كده فقراتنا النهاردة بنشجع الزوج على مواجهة أي مشكلة ممكن يكون بيعاني منها وبتهدد علاقته بشريكة حياته. هنتكلم النهاردة عن مشكلة ضعف القدرة عند الزوج وعلاجها مع ضيوفي المختصين. خلونا نرحب الدكتور ياسر بدران أستاذ طب وجراحة المسالك البولية وعلاج الضعف الجنسي وأمراض الذكورة. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. قولي بقى يا دكتور إيه الحالة دلوقتي، الحالات يعني بتزيد ولا بتقل ولا زي ما هي؟ احنا لو قلنا زي ما هي ده كفايه. لان الحقيقه يعني 40% من نسبه الانفصال في الاسره نتيجه ضعف الرجل على اقامه العلاقه الزوجيه كما ينبغي. وان مشاكل العلاقه الزوجيه 40% من الرجال بيعانوا من مشاكل في اقامه علاقه زوجيه والقدره عدم استطاعتهم في اداء العلاقه الزوجيه كما ينبغي. طيب انا كمان برحب بالدكتور محمد هنداوي استاذ طب وجراحه المسالك البوليه وعلاج الضعف الجنسي وامراض الذكوره. اهلا وسهلا بحضرتك. خليك للاخر عشان يعني السن ولا ايه؟ طيب دكتور بالنسبه للامراض الجنسيه دلوقتي بتبقى لما بتزيد عند الرجل وبيتكسف ان هو يجي او يعرض نفسه على دكتور، يعني بتبقى دي حاجه مخجله بالنسبه له. هو يعني حضرتك اديتي مقدمه مهمه جدا ان الناس تاخد بالها منها. احنا دايما بنقول شفاء العيي السؤال، وده حكمه عربيه اصيله وقديمه. لو انا عندي مشكله وفضلت مخبي وساكت وعملت زي النعامه اللي بتدفن راسها في الرمل، الموضوع بيتفاقم. انا ما حلتش المشكله وعندي مضاعفات عماله بتحصل. وساعتك برضو قلت في المقدمه ان ده بيؤدي للانفصال. احيانا يحصل هذا الانفصال في داخل اطار صوري للاسره، يعني بتبقى صوره الاسره انها اسره لكن من الداخل هي اسره منفصله، وده طبعا بيترتب عليه مشاكل كبيره. اللي احنا بنقوله او بنوجه الناس ان اللي عنده مشكله من هذا النوع هو لازم يلجا الى الطبيب. لأن الناس برضو بعضها بيحاول يحل المشكلة بطرق يمكن ما تكونش سليمة، يلجأ إلى بعض المصادر اللي هي مش تمام نصايح، وكلنا بنفتي جامد في وإحنا بنقول برضو إن بعض المشاكل بيكون حلها مجرد إرشاد. يعني إحنا برضو الناس بتقولك أنا مش هروح للدكتور لأنه هيعمل لي عملية، لا الموضوع مش كده. إحنا كتير من المشاكل بعض الإرشادات فقط بتحل. إحنا نتكلم في حوالي 50% من المشاكل بتتحل بالإرشادات، قلنا 80% من المشاكل بتتحل بدون تدخل جراحي، 20% فقط من المرضى اللي احنا بنشوفهم هم اللي بيحتاجوا تدخلات جراحيه. فيعني ما حدش يتاخر.
طب التسرب الوريدي ده ايه اسبابه وايه علاجه؟ هو اسباب التسرب الوريدي كتير، واحد من اهم الاسباب طبعا السن. ساعات مع تقدم السن بيحصل ضعف في القدره الجنسيه نتيجه التسرب الوريدي. السكر واحد من اهم الاسباب، الضغط واحد من اهم الاسباب، المشاكل في الاعصاب واحد من اهم الاسباب، تعاطي نقول لو تعاطي كحوليات او المخدرات برضو واحد من اهم الاسباب، تعاطي ادويه معينه زي ادويه الضغط او الادويه النفسيه واحد من اهم الاسباب، زياده الكوليسترول واحد من اهم الاسباب. وبننبه قوي المرضى ان في سبب مهم قوي احنا بنسميه ميتابوليك سندروم. ميتابوليك سندروم عباره عن سكر، الراجل يعاني من سمنه وسكر وضغط وكوليسترول عالي. فطبعا لما بيجتمع كل هذه الامراض بيسبب ضعف في قدره الرجل على اقامه علاقه زوجيه. يعني بعض من الرجال لا يستطيعون بدء العلاقه الزوجيه، والبعض الاخر يستطيع بدء العلاقه الزوجيه، ولكن اثناء العلاقه الزوجيه بيحصل ارتخاء كامل، مع ذلك لا تتم العلاقه الزوجيه. ده بيصيب الرجل بضعف في الثقه في النفس، بيصيب الرجل بضعف حتى في العمل والاوساط العمليه بتاعته، بيصيب الانثى ايضا بالام في الحوض شديده وعصبيه مفرطه، وبعض الاحيان سلس في البول. وده زي ما دكتور محمد بيقول بيؤدي الى الخرس الزوجي داخل البيت، حتى لو ما حصلش انفصال ولكن بيؤدي الى الخرس الزوجي. بننبه بنقول ان زي ما دكتور محمد بيقول 80% من الرجال ببعض الاشارات الطبيه مع بعض الادويه بيستجيبوا جدا للادويه، والحياه الزوجيه بتستمر بدون اي جراحات. حتى ايفن ال 20% اللي ممكن نقدر نزرع لهم دعامات او نزرع لهم دعامات، الجراحه سهله جدا بسيطه، جرح صغير جدا، جرح من كيس الصفن بعيد عن العضو. المريض بيشفى، بيخرج من المستشفى بعد في نفس اليوم، العمليه بتتم في نص ساعه وبيقدر يمارس حياته الطبيعيه تاني يوم، وبيشيل الغيار في نفس اليوم، فالامور بتبقى سهله، وبيقدر يمارس حياته الزوجيه بعد 3 أسابيع الى شهر من العمليه، فالامور بتبقى لطيفه جدا. وده بيحصل في سريه طبعا في المركز جدا جدا، حتى مراته ما تعرفش جدا، مش كده؟ الا لو جت معاه بقى ده يبقى موضوع تاني. مظبوط. طب نشوف بقى تقرير عن حاله نجاح ونرجع لسيادتكم تاني. وقت عملت العمليه ما فيش فيها اي تعب ولا حاجه خالص، بتبقى اول اسبوع بس عشان الادويه، وبعد كده ما فيش حاجه خالص، كان الانسان عايش طبيعي خالص. الاحساس بنسبه 100% احسن من الاول. الدكاتره للامان بعد احترام لهم كلهم ما عندهمش الجراه ولا الكفاءه ان هم يعملوا عمليه زي دي. بصراحه الدكتور ياسر اقتنعت بيه راجل 10 على 10، واقسم بالله زوجتي ما تعرف ان انا عملت حاجه. لاي حد بده يعمل العمليه دي اعملها بنسبه 100% وسيبها على الله. بصراحة أنا لقيت العملية أسهل مما كنت أتوقع. بصراحة لا ألم، أنا روحت أنا من محافظة المنوفية من شبين الكوب، مواصلات بعد ما عملت العملية على طول مباشرة بساعتين حوالي أو 3 ساعات، وركبت مواصلات لحد بيتي، دخلت بيتي ما عدتش، ولكن في حاجة الحمد لله، وأخذت علاج عادي اللي هي بعد العملية زي أي علاج، والحمد لله تمام جدا، مفيش الم، الام بسيطه جدا لا تذكر يعني ممكن فالجين اي حاجه، والحمد لله يعني انا راضي جدا عن العمليه، وبصراحه بحس ان انا رجعت 30 سنه ورا يعني، انا عندي 20 سنه يعني، كان في العشرينات بالظبط، انا شفت نفسي في العشرينات، والحمد لله انا بشكره جدا، وبقول ربنا يوفقك ويكتر من امثالك، ويا ريت الناس كلها يعني اللي عنده اي مشكله يشجع ويروح له، وان شاء الله هيلاقي ما يصر عنده. والله ما شاء الله، شايفه برغم انهم في حاجات على وشهم لكن السن يعني كبير، يعني الناس تروح ما تخافش، هم بيخافوا من حاجه واحده. انه حضرتك او حضرتك تقول لهم انتوا محتاجين تركيب دعامات، والدعامات غاليه، بس انتوا عملتوا نظام بالتقسيط صح؟ مظبوط مظبوط. ايوه كلمنا عنه بقى. مظبوط. دكتور هنداوي هيكلمك عن الموضوع. هو الحقيقه يعني لان المشكله اللي احنا بنواجهها دي هي فيها شق مجتمعي، يعني بعض الناس ما عندهمش القدره الماديه وهو لازم يكمل حياته، واحنا كاطباء احنا لازم نتعاون مع الناس الى اقصى درجه. الحقيقه ان بعض الشركات هي منتشره حاليا، الشركات اللي بتعمل بقى الثقافه عند الناس ان هو عاوز، حتى اللي معاه فلوس عاوز يعمل بالتقسيط. في بعض الشركات عرضت ان هي بتساعد الناس بهذه الطريقه. فاللي بيجي لنا وما عندوش القدره وعنده الرغبه ان هو يعمل بهذه السياسه النقديه، بنوجهه للشركات دي، هم بيتعاونوا الحقيقه، هم ناس كويسين وبيسهلوا للمرضى كتير. يعني احنا حاسس ان احنا كده ساهمنا بقدر كبير قوي
في حل المشكلة. يعني فعلا ممكن اللي عايز يركب دعامات بيجي الأول في المركز وبعدين أنتوا بتوجهوه للشركة اللي ممكن تقسطه؟ هو أول حاجة في الموضوع القرار الطبي. إذا أخذنا القرار الطبي أن هذا المريض يحتاج إلى دعامة طبعًا. إحنا بنتعاون معاه إلى أقصى درجة طبعًا. إذا هو عنده القدرة المادية أنه هو يدفع فلوس، إذا ما عندوش إحنا بنوجهه الشركات دي بيتعاونوا معاه، هم فعلا الناس بيتعاونوا إلى أقصى درجة هنطمن الناس كلها. بالنسبة بعد ما بيركب الدعامات يا دكتور بيبقى محتاج كورسات أو محتاج جلسات تانية أو حاجة؟ لا، هي الدعامة العملية نفسها عملية سهلة جدا وبسيطة، وإحنا بنقول العملية بتتم في نصف ساعة والمريض بيقدر يخرج في نفس اليوم من المستشفى. بنشيل الغيار بعد 24 ساعة، بيقدر ياخد الشاور بتاعه بعد 24 ساعة، بيقدر يمارس حياته الاجتماعية وينزل ويروح ويجي بعد 24 ساعة أو في نفس اليوم. الحقيقة احنا بنعمل العملية بجرح صغير جدا من كيس الصفن بعيد عن العضو خالص، وده بيدينا ميزة سرعة التئام الجرح سريعة جدا، جرح مخفي جدا مش معروف، وبيقدر يمارس بعد كده العلاقة الزوجية بعد زي ما بعد 3 أسابيع أو شهر زي ما التقرير قالت. أي. حياة مختلفة تماما، هو رجع صغر تقريبا 20 سنة أو 30 سنة لورا، فقدر يمارس حياته كأنه شاب طبيعي. والحياة الأسرية زي ما الدكتور محمد بيقول إن إحنا هدفنا تقويم الأسرة، هدفنا اللي هو الرباط الأسري طبعا، لأن الحكاية دي طبعا بتأثر في العلاقة الأسرية ما بين الزوج والزوجة طبعا، فأنتوا أكيد بتساعدوهم يعني أكيد. طب ملهاش علاقة بإنه مريض قلب أو سكر أو ضغط؟ هو معظم المرضى عندنا لإما يكون مريض قلب أو سكر وضغط، معظم المرضى بالضبط، لأن هم دول المرضى أساسيين اللي بيعملوا عملية الدعامة. تمام. إحنا طبعا لازم نطمن على السكر، السكر الصايم والفطر والتراكمي. بنطمن على حالة القلب طبعا، في دكتور تخدير متميز جدا بيكون معانا، لازم بيشوف المريض، بيشوف رسم القلب بتاع المريض، بيشوف الإيكو بتاع المريض. الأمور بتبقى سهلة وبسيطة، والمريض زي ما قلت لسيادتك بيخرج بعد 12 ساعة من المستشفى. شوف يا حضرتك، هو طبيعه المرضى اللي بتجيلنا هي كده، ما هو احنا مش هيجي لنا واحد شاب صحته كويسه عنده 20 او 30 لكن سنه. لكن والله الواحد بيسمع دلوقتي عن شباب بيحصل لهم الحكايه. هو يعني انتشار بعض الامراض زي المرض بيروني او التصلب الوريدي اللي حضرتك تفضلت بيه. مرض بيروني هو نوع من انواع التليف يصيب نسيج العضو الذكري، ده بيؤدي الى قصره واعوجاجه ويؤدي الى ضعف القدره الزوجيه ويؤدي الى تسرب وريدي. الى الان مرض بيروني غير معروف السبب، لكن هو معروف الاعراض. الاعراض بتبدا بالم وبعد كده الالم يختفي ويبتدي يظهر المضاعفات اللي هي قصر واعوجاج وضعف في القدره. ده الحقيقه حاليا بقى يبدا من سن صغير، يعني احنا بقينا نشوف مرضى عنده حاجه 20 سنه وعنده 30 سنه، هما دول اللي ما عندهمش امراض السكر والقلب والكلام ده. لكن اغلب المرضى عندنا هو مريض عامل قلب مفتوح، هو مريض مركب دعامات، هو مريض مغير صمامات القلب، كلهم تقريبا عندهم السكر، كلهم ضغطهم مرتفع. لذلك احنا بنتعامل مع اساتذه تخدير يقدروا يسهلوا الموضوع، وبرضه حتى نوع التخدير اللي بنستخدمه، احنا بنستخدم تخدير موضعي او تخدير نصفي يعني علشان نتجنب هذه المضاعفات. لان يعني كتير برضه من الناس بتسال طب انا مريض سكر هل العمليه هتبقى ناجحه بالنسبه لي؟ بنقول له العمليه ناجحه، لكن بشرط ان احنا قبل العمليه يكون السكر التراكمي بتاعك 8 او اقل من 8، لكن اكتر من 8 احنا بنضطر ناجل العمليه. لكن نقدر نقول ان لو احنا اتخذنا هذه الاحتياطات احنا بنتكلم على نسب نجاح عالميه 98%، يعني حالتين فقط من كل 100 حاله اللي ممكن يحصل فيهم مشاكل، وحتى برضه هذه المشاكل يمكن التغلب عليها بسهوله. طب نشوف بقى مع بعض حاله من حالات النجاح الثانيه. والله كثر خير، يطول عمرك، ما قصرتوا صراحه، عملية ناجحة وشغلك ممتاز جدا جدا وتستاهل كل خير. ربنا يبارك فيك. وانصح اي واحد سعودي يبغى يركب دعام ولا هذا يجي عندك. طيب. حقيقة يعني ما اقول الحقيقة والله. ربنا يبارك في حضرتك. أيوة. انا كنت عرفت ان حضرتك بتعالج الناس اللي عندهم ضعف جنسي بالاعشاب. نعم بالاعشاب، نعم والحبوب وبعض، لكن الان خلاص بتوقف، اللي عنده ضعف جنسي يجي هنا. ليش؟ احسن له من الحبوب واحسن له من اي شيء، واحسن له من الاعشاب. في انواع الاعشاب ممكن تمشي مع الواحد. هو الضعف الجنسي البسيط ممكن يتعالج. ايوه فعلا. لكن الحل الضعف اللي ما عاد فيه، ما عاد يصرح به الاعشاب، هذا يسوي الدعامه. طيب. احسن شيء الدعامات.
طيب احنا موضوع الدعامه، احنا العمليه نفسها هل فيها صعوبه؟ يعني انت حضرتك حسيت ان في صعوبه وكده في العمليه؟ والله العظيم ولا صعوبه ولا اي شيء. طيب بعد العمليه؟ بعد تمام، وعن شو الان كشفت علي انت كل شيء تمام، الجرح تمام، كل شيء تمام. بعدين الجرح ايش؟ جرح بسيط يعني، ما ولا في ضرر ولا في اي شيء. الله يجزاه خير اللي اخترع الدعامه هذه. كانوا من الناس من اول يعانون، يعني الواحد بلغ 70 80 ولا عاد حتى الحبوب ولا حاجه ما عاد تنفع فيه خلاص. انا لي صديق والله اني ركبها عمره 85 سنه، وانه الان عليه ولدين وقد ايس، ما عاد يسوي حاجه مره. انصح اي واحد ما عاد عنده حي يقوم لا عاد ياخذ اعشاب ولا ياخذ شيء، يجي يسوي له دعامه. طيب على بركه. والله هنا احسن شيء وافضل شيء، وبالعكس الا حتى بعض الرجال يمكن يبغى يطلق زوجته عشان ما عاد عنده شيء يا اخي، وهي برضه تقول ما عاد ابغاك مثلا، لكن الدعامه يا سلام تخلي الواحد كل من الطرفين يكونوا مبسوطين. استاذ محمد النداوي بقى، في حالات حضرتك تيجي تركب مثلا دعامات او علاج في المسائل دي ممكن ما ينجحش؟ هو احنا يعني نستقي بس الفكره من الـ 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 الحديث اللي كان داير على، ايوه ما انا سامعه. هو بيوصف ان هو جه، هو ده كان طبيب معالج بالاعشاب، طبيب شعبي يعني. ايوه. بعد ما يأس من حاله نفسه قال لا اما اعمل زي ما الناس بتعمل، وهو بيحكي عن اصدقاء له كانوا عملوا عندي العمليه قبل كده 80 سنه. ايوه. وهو زي ما بيقول دلوقتي عنده طفلين. الحقيقه اللي بنقول له مفيش امل، لا ده غير موجود حاليا. احنا دايما بنقول ان الدعامه هي امل من لا امل له، مهما كانت مشاكله، عنده ضغط، عنده سكر، عنده مشاكل عصبيه، عنده اي مشاكل في القلب، كلها بتتصلح ونقدر نعمل عمليه ويكمل بعدها بنجاح. لما نيجي نتكلم بقى على نسب النجاح، احنا بنتكلم على نسب نجاح عالميه 98%، لان احنا بنتخذ الاجراءات اللي هي المفروض نتخذها من ناحيه التعقيم، من ناحيه تظبيط السكر قبل العمليه، من ناحيه سرعه اجراء العمليه، الاهم من كده كمان الجرح اللي احنا بنعمل منه العمليه. في الماضي كانت بتعمل العمليه من جرح كبير في ساق العضو نفسه، وده كان جرح مؤلم وبيسيب ندبه وشكله مش لطيف، بيقعد يعمل عليه غيارات اسبوعين وما يقدرش يستحمى لمده اسبوعين، وكان اكثر عرضه ان يحصل منه عدوى للجرح. لا دلوقتي الجرح بقى بعيدا عن العضو تماما، في الكيس جرح صغير، وكمان بقى بعيد عن مستوى الجرح الداخلي، وده خلى المسافة طويلة على أي تلوث إن هو يحصل. فنقدر نطمن الناس دلوقتي اللي هو منهم محتاج للدعامات، لا الموضوع بقى آمن وسليم وغير مؤلم تماما بالمرة، ونسب نجاح 98%، ودي نسب عالمية، ونسب رضا 100%. ما أنا عشان كده سألت حضرتك السؤال ده ليه؟ لأن أنا شايفة في التقرير يعني ما شاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب، ناس كبيرة يعني، فطبعا المشاهدين ممكن يقولوا لا يا عم أنا كبرت خلاص مش هتنفع العملية دي. لا مهما كبرت برضو طبعا. شوفي حضرتك، هو احنا بعد سن الستين يبتدي الإنسان المفروض إن هو طبعا يجني ثمرة ما بناه، يعني هو عاش 60 سنة يجاهد ويشتغل ويتعب، المفروض ان هو من بعد هذا السن اللي احنا بنسميه سن الشباب يبتدي يجني ثمره سن اللي الشباب. فات. ايوه 60 سنه ده سن الشباب. احنا ما عندناش في عياداتنا حد اقل. أيوة من 60. ايوه ما عندناش حد بيكبر. فالمفروض ان هو يبتدي يجني ثمره انا بناه. لما تيجي حاجه زي كده تنغص عليه حياته وتمنعه من الاستمتاع بالحياه، لا احنا نقدر نقول لا، هذا الموضوع نقدر نساعده فيه ويقدر يعيش حياته زي ما هو بيوصف في التقرير ان هو يعيش كانه يعني 20 سنه، ودي سنه الحياه طبعا. الغريزه في العلاقه الزوجيه هي ثاني اكبر غريزه منحها الله سبحانه وتعالى للانسان بعد غريزه البقاء، فكتير قوي من الرجال بيبقى عندهم الرغبه في اقامه علاقه زوجيه ومع ذلك مش قادرين يعملوا علاقه زوجيه، فطبعا انتوا بتحققوا لهم الحكايه بالظبط كده. جزاكم الله كل خير يا رب، وربنا يديكم الصحه والعافيه. طبعا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ومشاهدينا الكرام استنونا في حكاية مصرية جديدة على خير وحب وسعادة، وإلى اللقاء.